اخبار اليوم. الامتحان كان طويل جدا، في حاجات فيه ما كانتش صعبه بس كانت طويله، وكان الواحد يعني في المجمل ما كانش في ناس عارفاها، مثلا زي في الادب البلاغه برضو كان طويل. بالنسبه لامتحان ثانويه، ان انت بتكون عايز تبقى ملم بكل حاجه، بتكون عايز تعرف كل يعني تحل كل حاجه عشان مستقبل وكده. دخلنا متاخر، فيعني الامتحان كان طويل ودخلنا متاخر وما لحقناش نعمل بربع ساعه مثلا، تلت ساعه، نص ساعه غالبا. ايه اللي خلاكوا تتاخروا متاخر؟ ان ما كانش فيه نظام عند الباب، هو في باب كبير وباب صغير، احنا دخلنا من الباب الصغير، ما فيش اي حاجه خالص، ما فيش اي نظام، هو بيعرف يخش يخش، عشان كده في ناس كانت دخلت الاول فقعدت وتوزع عليها الورق اوريدي كل حاجه تمام، وفي ناس لا. استخدمتوا العصا الالكترونيه؟ لا لا، ما كانش فيه اي تفتيش. دخلتوا بالموبايلات؟ اها، دخلنا بالموبايلات عادي، بس ما حدش فتحها، يعني في ناس برضو بتاخد مننا موبايلات وفي ناس لا. انا على نفسي عشان ما كانش فيه نظام اساسا، فمنين هياخدوا مننا موبايلات؟ هو مين اللي هيوقفنا اساسا عشان ياخد مننا موبايلات؟ هو يعني مش ناقصه تاخير، يعني الواحد كان عايز يخلص 28 لما يتاجل تاني بعد 29، فايه يعني هو امتحان شهر كام؟ مش كفايه ان احنا في رمضان، نخش في رمضان والكلام ده، فمش وقتها. دخلوا بعدها تقريبا بقد ايه؟ انا داخل بعد ما هم دخلوا، ماشي، بعد ما حلوا التعبير والنحو والقصه. بس هقول ايه؟ طب قول لي ايه اللي متاخر؟ ايه اللي خلاك تدخل؟ انا مش جاي، انا جاي من الساعه 7 ماشي، اللي خلاني هم قعدوا يرصصونا في بره على الامن، ماشي، يقول لك تعالى كده ومش تعالى كده وبتاع، ودخلوهم متاخر. انا ما اعرفش بقى اللي فيه كشف، ماشي، انت بتشوف في لجنتك كام ده، طالع كل دور بسال فيه زي ما احنا عارفين، بطلع كل دور بسال فيه زي ما احنا كنا بنعمل في السنين اللي فاتت، بسال في الادوار كل شويه يودوني دور تاني، كل شويه ولا اي حد عمل اي حاجه، كل شويه يودوني دور تاني دور تاني دور تاني لغايه ما وصلت للجنتي. عقبال ما دخلت الامتحان كان حل بتاع كله، كان حل النحو والقصه والتعبير، انا كنت لسه ببدا فيه. طب هم استخدموا معاك العصا الالكتروني؟ لا ما استخدموش العصا الالكتروني، ما استخدموهاش معايا. دخلت الموبايل عادي؟ ايه؟ دخلت بالموبايل؟ لا انا كنتش معايا موبايل اصلا. في ناس دخلت بالموبايلات وناس لا. ومفيش عصا الكتروني استخدمتها خالص؟ لا لا، العصا عندنا في السبتيه موجوده. انا امتحنت، انا في الابراهيميه بمتحن في السبتيه. استخدموها معاكم؟ استخدموها كلنا وفتشونا 3 مرات قبل ما نخش. اشمعنى انت؟ لا احنا لا نستخدمه دي، ومسكوا حاجات لا وشاب ايه، فتشونا بايديهم بس. وفي ناس دخلت بتليفونات وطلعوهم منهم للجنه، واحنا اللي طلعناهم بايدينا، مش حدش طلعها، قال اللي معاه تليفون يطلعها. طيب حد فيكم شاف حد ماسك الموبايل او دخل على موقع من مواقع الغش الالكتروني او كده؟ لا لا. طب عليكم ايه على الغاء امتحان الدين او تاجيله ليوم 29؟ هم المفروض ما يقدموش يعني عشان بيبقى في رمضان والجو حر وكده. حرام يعني ننزل مخصوص، ننزل مخصوص من بيتنا في رمضان، ننزل كل ده عشان نروح امتحان مش مضاف للمجموع، وامتحان ساعة ونص، حرام على مثلا ننزل مخصوص عشان امتحان مش مضاف. انجح على الامتحان انا عارفه، وعارفه من اوله لاخره، انجح على الحروق وكان امتحان انا عارفه. طب ازاي؟ ان شاء الله تنجحوا كلكم.